في سابقة هي الأولى من نوعها، دفع تفشي فيروس كورونا المستجد في إسبانيا شبان المغاربة إلى القيام بالهجرة الغير الشرعية المضادة من أوروبا نحو المغرب هربا من الوباء الذي حصد إلى حدود اليوم في الجارة الشمالية أرواحا أزيد من 8000 شخص وإصابة نحو مئات الآلاف. مصادر إسبريس كشفت أن شبان مغاربة تمكنوا من الإبحار من السواحل الإسبانية وصولا إلى شاطئ الهيدرة تابع لجماعة العوامرة بإقليم العرائش، ووجد المئات المغاربة المتواجدين بشكل غير قانوني في إسبانيا في وضعية جد صعبة بعد فرض حالة الطوارئ في البلاد منذ 15 من مارس وتمديدها إلى غاية 11 أبريل المقبل. ويبدو أن عددا من هؤلاء المهاجرين السريين في إسبانيا فضلوا الهجرة المضادة نحو المغرب بعد توقف قوتهم اليومي، خصوصا بعد فرض الغرامات الطائلة على خريق حالات الطوارئ. وكان المغرب أعلن في 15 مارس تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى المملكة إلى أجل غير مسمى لمنع تفشي الفيروس.